نحن علمنا العالم كيف يقاوم، قاومنا بالعصا، قاومنا بالبمب اكشن، وطردنا كل من اتى الى الشيخ مقصود ليحتل الشيخ مقصود. اين كانت الفرقه الرابعه او بما تسمى بالفرقه الرابعه؟ اين كانت عندما بذلنا دمنا رخيصا من اجل ان نحيا حياه كريمه؟ نعم، بذلنا دماؤنا من اجل ان نحيا حياه كريمه. شجاعتكم وأمام صمودكم نقول مرة ثانية للفرقة الرابعة أن طريق الجولان لا يمر من الشيخ مقصود. أنا بالطحين تحاصرون بماذا ولماذا؟ لأننا شعب مقاوم، والله سنقاوم، وأقولها للمرة الثانية والثالثة والرابعة، نحن شعب متمسك بحريته، متمسك بأخلاقه، متمسك بأمة اسمها الأمة الديمقراطية، يتساوى تحتها الكردي ويتساوى تحتها العربي ويتساوى تحتها كل مكونات الشعب في سوريا. يعني مكونات جانا نام تنينا هر مكونات ده يعني عرب كرد جدا دونا يعني سري روجي ده كشان مسلمونا انا السر روجي نين قد كي حسر المسر ما تشد كي يعني كاس الدولة ده انا في حسارة شاك سر ملت كي ملتك يعني نا عسكري تدونا نا حمو كاس تدوي عسكري كي شعر بكن بلال لقادة شعر بكن لبي ملتي خير لي عندك حمو دولة يعني بنين وده بيسنجي يعني وقت ملتي شيخ مقصود سري روجي ده اسلام روجي ده يعني كجان ديني قد قبل كرن قال روجي ده حصار تشاك سر شيخ مقصود حمو ملت ام لفر كربنا ام شرمزا كنت اشتري دولة سر ماتي ما شوندن يعني تشتي تور اساسي ملت النونة تشكي بري بسيطة لا ما هفتشتول سر ما قد كريا شاري نفسي بما رتي كرن بلقوا إرادة ملتي مال عرضيخي هلو شيء لا ما لما خيايا إلو حموم ملت إلو تف مسكنية بتشتي أم شر مزادكن يعني الكجن نل أديانا دو نل دولة دو عالمي دو نعرف تشتي نوتي قد كرن تشتي أساسي نونة هفتشتول قالك نتي قد كرن عم بتشتي شر مزادكن عم تخزن نون فجاري أرت كافيش حياة شيخ مقصود أشرفية ام بنگاه دنگی خود شین همو دولت دولت نبنا توی نو چما سرفی تشتی ایرو پیدا نکن یعنی وی حصاری ایرو سر اشرفیه و شیخ مصر تی کرن تشتی که گرک ملت پیدا که دولت دو عالمی پیدا که تشتی که یعنی تور اساس گرک ما یعنی ملت جوی تشتی قبول نکه برگوی ام دنگی خود گنن دولت نبنا توی برگوی وی حصاری سر من رابه